بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركات، مجلس الخميس الثقافي الذي يلقي فيه اليوم الدكتور مثنى حارث الضاري محاضرة بعنوان من وثائق الحركة الوطنية مؤتمراء الوفاق في القاهرة، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم عن الحركة الوطنية العراقية، وبعبارة أخرى عن الدول المناهضة للاحتلال في العراق. وعنوان المحاضرة تحديدا هو من وثائق الحركة الوطنية مؤتمراء الوفاق في القاهرة. كلكم يعلم أن الحركة الوطنية العراقية هي طيف واسع من القوى والأحزاب والهيئات والجهات والشخصيات والفعاليات العراقية التي قامت بجهود كبيرة بعد الاحتلال لمواجهة مشروع الاحتلال السياسي. وقد سلكت هذه القوة مسالك عدة لإيصال صوتها ورأيها فيما يتعلق بالقضية العراقية، من مؤتمرات وندوات ومهرجانات وزيارات وكتابات وبيانات، فضلا عن وسائل أخرى من أبرزها المساهمات الكبيرة في وسائل الإعلام. وهذه القوى تمحورت في عام 2004 تحت عنوان المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني، وأيضا جمع المؤتمر مع قوى أخرى أو اجتمع المؤتمر مع قوى أخرى تحت مسمى القوى المناهضة للاحتلال، ووضعت هذه القوى لنفسها خطة عمل تقوم على أساس إبراز القضية العراقية بكل وسيلة متاحة. من دخل منها تحت هذين العنوانين أو من اختار أن يعمل مستقلا. ومن أبرز المراحل التي قامت بها هذه القوى هو اجتماعها في جامع أم القرى في 15/2/2005 لإعلان موقفها من موضوع ما يسمى في وقتها بالمصالحة الوطنية، ووضعت أسسا وثوابت لهذا الموضوع، بدأت تتحرك في ضوئها وعلى أساسها داخليا وخارجيا. وفي تلك المرحلة أيضا كما تتذكرون كان الفعل الجهادي المقاوم على الأرض كبيرا جدا، واضطر قوات الاحتلال في ذلك الوقت إلى البحث عن استراتيجيات جديدة للعمل وعن مخارج وعن حلول، بل عن أطواق إنقاذ لها من ورطتها في العراق. في تلك المرحلة بدأت قوى كثيرة بالسعي لإيجاد حل ما يحفظ ماء وجه الاحتلال ويحل المشكلة العراقية بطريقة ما تخفف من آثار المستنقع الذي سقطت فيه هذه القوات في العراق. القوى الوطنية بادرت منذ الشهور الأولى لتحركها إلى طرح مبادرات كثيرة جدا، ولعل أول مبادرة طرحت كانت هي مبادرة جدولة انسحاب قوات الاحتلال في مطلع عام 2004 التي قدمت من عدة قوى عراقية إلى مبعوث الأمم المتحدة أو موفد الأمم المتحدة في ذلك الوقت إلى العراق الأخضر الإبراهيم. ثم قام وفد من القوى المناهضة للاحتلال في نهاية عام 2004 بزيارة القاهرة واللقاء بأمين عام جامعة الدول العربية، ومن ثم زيارة لبنان والأردن وقبلها سوريا أيضا للتعريف بخطة متكاملة للحل في العراق، فضلا عن جهود أخرى ومواثيق وعهود ومؤتمرات طيلة السنتين أو طوال السنتين 2004 و2005. بعد منتصف عام 2005 بدأت مساعي هنا وهناك للتخفيف من وطأة ما يجري في العراق، وهذه المساعي كانت مرعية أمريكيا، بل كانت هدفا أمريكياً من أجل التخفيف عن معاناة القوات الأمريكية في العراق، القوات المحتلة.
فاتصلت الجامعة العربية بعدد من القوى العراقية، وطرح هذا الموضوع، موضوع لقاء لقوى عراقية في مقر الجامعة العربية أو في العراق. كان الأمر في البداية مطروحا في العراق، وبرعاية الجامعة، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في وقتها والأمم المتحدة وجهات أخرى. وعلى هذا الأساس تم الاتصال بهيئة علماء المسلمين وبالمؤتمر التأسيسي، واتصال بجهات أخرى على انفراد. ثم بدأت المراسلات الرسمية من الجامعة العربية، وانعقد المؤتمر الأول في شهر تشرين الثاني من عام 2005 في القاهرة، ثم عقد اجتماع ثاني في عام 2006. نستعرض في هذه المحاضرة الوثائق المتعلقة بهذين اللقاءين أو هذين المؤتمرين، ابتداء من أول ورقة وهي رسالة الجامعة العربية إلى القوى العراقية، ثم جواب هذه القوى عليها. الوثيقة الأولى التي عندي هي بعنوان الأسس الستة لمشاركة الهيئة والمؤتمر التأسيسي في مؤتمر الحوار بالقاهرة، هكذا كان يسمى، مؤتمر للحوار. وقدمت هذه الأسس للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي زار العراق في وقتها والتقى بالقوى المناهضة للاحتلال في مقر الهيئة في جامع أم القرى بتاريخ 20/10/2005. وجرى بعد اللقاء عقد مؤتمر صحفي مشترك للشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله أمين عام الهيئة، والشيخ جواد الخالصي أمين عام المؤتمر التأسيسي، والسيد عمرو موسى، للإعلان عن التزام أمين عام جامعة الدول العربية بتحقيق الأسس الستة التي طالبت بها القوى المناهضة للاحتلال ضمانا لمشاركتها في المؤتمر. يعني القوى وضعت أسس، إذا هذه الأسس تم الالتزام بها ونفذت تشارك هذه القوى، وإذا لم يلتزم بها لن تشارك. وبناء على ذلك وافقت الهيئة والمؤتمر التأسيسي على المشاركة في المؤتمر. بعد نقاش طويل جرى في قاعة جامع أم القرى، ونقل قسم منه المعلن أو المؤتمر الصحفي مباشرة على عدد من القنوات الفضائية. ما هي الأسس الستة؟ اتفقت الهيئة مع المؤتمر التأسيسي على الأمور الآتية لضمان المشاركة في المؤتمر، فإذا تحققت هذه الأمور نشارك، لم تتحقق لا نشارك. ولاحظوا أن عمرو موسى اضطر بنفسه أن يأتي إلى بغداد بعد أن أرسل وفدا قبل ذلك، ضم في وقتها السيد أحمد بن حلي والسيد علي الجاروش وآخرين لطرح هذه المبادرة. بعد الأخذ والرد وبيان المقترحات ثم تحفظات الهيئة والمؤتمر التأسيسي، اضطر عمرو موسى إلى أن يأتي إلى العراق بنفسه ليوافق على الالتزام بهذه الأسس، وهي أولا تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال لأنها أصل المشكلة. ثانيا المقاومة العراقية حق مشروع، والإرهاب بكل أشكاله جريمة مرفوضة. ثالثا العمل على إعادة الجيش العراقي بعد إقصاء العناصر المسيئة منه، وذلك وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقا. ولاحظوا هذه النقطة أيضا إن كانت غير مقصودة ولكنها ترد أيضا على ما يفترى على الهيئة فيما يتعلق بإصدارها فتوى ضد الجيش والشرطة. رابعا حل الميليشيات المسلحة ولا سيما تلك التي ترفع الطائفية السياسية شعارا لها. خامسا حل الإشكالات المترتبة على وجود الاحتلال ولا سيما قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة. سادسا تشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأجهزة الأمنية وغير الأمنية. هذه الأسس الستة بعد أن تمت موافقة جامعة الدول العربية عليها، وافقت الهيئة على المشاركة في المؤتمر، ووافق المؤتمر التأسيسي على المشاركة في المؤتمر، وتم التواصل بين الهيئة وعدد من الجهات الوطنية العراقية والشخصيات المدعوة وغير المدعوة، المدعوة للتنسيق معها وغير المدعوة للتعبير عن رأيها في المؤتمر لاستمزاج رأيها. وهكذا تم أخذ كثير من القوى العراقية غير المدعوة أو التي كانت في ذلك الوقت لا تعمل تحت اسم واضح بارز معلن. وهنا معلومة مهمة تم الحديث عنها في عدد من وسائل الإعلام في وقتها،
أو بعد وقتها بمدة، ونعيدها هنا لأهميتها، أنه في أثناء زيارة عمرو موسى للعراق لبغداد، وفي أثناء المؤتمر الصحفي والحديث في قاعة المؤتمر، جرى حديث مع بعض أعضاء الوفد المرافق له عن ضرورة التمثيل الكامل للقوى العراقية السياسية والمقاومة. فأبدى أحد أعضاء الوفد اهتمامه بهذا الموضوع ووعد بطرحه على الجامعة عند العودة إلى القاهرة. وفعلا بعد أيام تم الاتصال بأنه تمت الموافقة على حضور المقاومة العراقية أو ممثلين عنها، إن هي وافقت. فنقلت أنا بنفسي هذا الخبر لمجلس شورى الهيئة، وتم عقد اجتماع خاص لمناقشتي، ووافقت الأمانة العامة في الهيئة على مفاتحة بعض الفصائل الجهادية في ذلك الوقت لبيان رأيها في الموضوع، مع التأكيد على أن هذه فرصة مهمة جدا لظهور أول للمقاومة العراقية وإضفاء شرعية عربية ودولية عليها. هي لا تحتاج إلى الشرعية، فهي مشروع ابتداء، ولكن من الناحية السياسية، من الناحية المعنوية، من الناحية الإعلامية، كان يمكن أن تكون الجامعة العربية في ذلك ومؤتمر الوفاق منصة مهمة لإسماع المقاومة صوتها للعالم أجمع. وكلفت من قبل الأمانة العامة، وتم عقد لقاء مع قادة بعض فصائل المقاومة في وقتها، وجرى الحديث عن الموضوع، وتم إعطانا الضوء الأخضر والموافقة على الحضور، مع بحث كيفية هذا الحضور، من يحضر، يحضرون القادة، يحضرون ممثلين عنهم أم شخصيات قريبة منهم. بل بعد أن ذهبت إلى القاهرة وأنا أحمل هذا الخبر للجامعة العربية، عقدت جلسة مهمة بحضور أمين جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من مساعديه للتباحث في الأمور الفنية، كيف نضمن دخولهم إلى القاهرة ومن ثم الخروج من القاهرة بسلام. تم الاتفاق على كل شيء، وأبدت الجامعة العربية استعدادا لتحمل هذه المسؤولية الأمنية. عدت إلى بغداد وأنا أحمل هذا الخبر وفرحان به جدا، لأنه أعتقد خطوة مهمة. لكن للأسف تراجع بعض الإخوة في فصائل المقاومة لأسباب عدة، منها فنية ومنها أمنية ومنها أمور أخرى، وقالوا بعبارة واضحة، بل بعضهم قالها: نحن نثق فيكم وممكن أن تعبروا عن رأي المقاومة. فأصبحت مهمة ثانية للهيئة ليست التعبير عن رأيها ورأي القوى المناهضة للاحتلال فقط، وإنما التعبير عن رأي المقاومة، وهو ليس بعيدا عن رأينا، الرأي واحد، ولكن فرق بين أن تتكلم باسم قوى سياسية وبين أن تتكلم باسم قوى سياسية وتنقل رسالة المقاومة في هكذا محفل. انعقد المؤتمر تاريخ 15/11/2005، وألقيت فيه عدة كلمات. كانت الكلمة طبعا الأبرز لهيئة علماء المسلمين في ذلك الوقت، ألقاها الشيخ خالد الظاهري رحمه الله، بعد أن استمعنا لكلمات لعدد من يسمون المسؤولين في الحكومة في ذلك الوقت. وكانت هذه الكلمات منها ما هو مستفز، ومنها ما هو يتحدث بلغة الإقصاء، وكأن القوم قد جاءوا إلى هذا المؤتمر بعقليتهم في بغداد. مؤتمر سمي الوفاق فيما بعد، كان حوار سمي الوفاق، وإذا بهم يتحدثون بنفس اللغة وبنفس المنهج الذي يتحدثون به إلى وسائل الإعلام في بغداد، وهذا كان متوقعا. المهم، التزمت الهيئة بكلمتها، وهذه الكلمة التي سأنقل لكم منها الفقرات الرئيسة فقط، العناوين الرئيسة، وهي مطبوعة طبعناها في عام 2006 ووزعت في وقتها وموجودة على شبكة الانترنت في موقع الهيئة الرسمي وغيره. هذه الكلمة تم إعدادها على مدى أيام، وشارك في إعدادها الأمين العام الشيخ حاتم الظاهري رحمه الله، والدكتور محمد بشار الفيض الناطق الرسمي اسم الهيئة في وقتها، والدكتور خليل الحديثي رحمه الله أستاذ العلاقات الدولية والمستشار السياسي للهيئة في وقتها، والأستاذ وليد الزبيدي، وأنا خامسهم. وتمت مراجعتها عدة مرات، وتم الاتفاق على تضمينها ما تقدم الحديث عنه: وجهة نظر الهيئة، وجهة نظر القوى العراقية المناهضة للاحتلال، وجهة نظر المقاومة. فجاءت كلمة واسعة شاملة اعتمدت على محاور رئيسة، أذكر هذه المحاور. وقد التزم الشيخ حافظ الظاهري رحمه الله بالكلمة كما تم الاتفاق عليها، ولم يخرج عن نصها، زاد عليها فقط عبارة للرد، عبارة للرد على
رئيس الحكومة في وقتها إبراهيم الجعفري، وردت عبارة في كلمته فاضطر لزيادة بعض الكلمات للرد عليه. بعد التقدمة وغيرها تعتمد هذه الكلمة على تمهيد، وهو: أيها السادة، لدى زيارة السيد الأمين العام لمقر هيئة علماء المسلمين في العراق المقصود عمرو موسى ودعوته الكريمة لنا لحضور هذا الملتقى، أطلعناه على ما عبرنا عنه بالأسس التي ينبغي مراعاتها في أي عملية حوار وطني، وأكدنا له أن هذه الأسس إذا تمت مراعاتها بالفعل سنكون في الاتجاه الصحيح وسننجز تقدما في هذا المسعى، واسمحوا لي أن أعرج على ذكرها مع بيان مضامينها. أولا، تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال التي هي أصل المشكلة. ثم استعرض في هذه النقطة القرارات الدولية ولا سيما قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعدوان، وكيف أن ما جرى للعراق هو غزو وعدوان خارج إطار ما يسمى بالشرعية الدولية. وانتهت هذه الفقرة إلى التأكيد على أن أصل المشكلة والاحتلال، وإذا لم تعالج هذه المشكلة فلن نصل إلى أي حل، لأن موضوع المصالحة هو نتيجة وليست مقدمة. المحور الثاني: المقاومة حق مشروع، والإرهاب بكل أشكاله جريمة مرفوضة. وجرى الحديث في هذا المحور عن المقاومة العراقية وكيف أنها حق مشروع سماويا وأرضيا، مع استعراض للقوانين المتعلقة والقرارات الأممية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الشعوب في الدفاع عن نفسها ومقاومة المحتل أيا كان، فضلا عن ذلك الدفاع عن المقاومة وبيان الفرق بينها وبين الإرهاب. المحور الثالث هو العمل على إعادة الجيش العراقي بعد إقصاء العناصر المسيئة منه وحل الميليشيات المسلحة. وجرى هنا أيضا الحديث عن أهمية الجيش العراقي وكيف أن إحدى مصائب الاحتلال الكبيرة هي حل الجيش بقرار الحاكم في وقتها بريمر. ثم المحور الرابع هو حل الإشكالات المترتبة على وجود الاحتلال، وبخاصة قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة العراقية. وتذكرون تلك السنة المؤلمة 2006 وما جرى فيها بعد أحداث سامراء المؤلمة، وحالات وعمليات وجرائم القتل الكبيرة والاعتقالات على الهوية، والسجون امتلأت في ذلك الوقت وبلغت حدا كبيرا. هذه الفقرة تكفلت بالحديث عن هذا الموضوع. ثم خامسا، تشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأجهزة الأمنية. ثم ختمت الكلمة: هذه الأسس التي يمكن بمراعاتها أن نسلك الطريق الصحيح للخروج من الأزمة. أما الظن بأن العملية السياسية القادمة من الممكن أن تفضي إلى مثل هذه النتيجة فهذا ليس صحيح، ونحن نفهم طبيعة الشعب العراقي جيدا ونتمنى أن يستمع إلينا العقلاء. إن إجراء العملية السياسية مع تجاهل ما قدمناه أشبه ما يكون بالترقيم على الماء سرعان ما يتلاشى أثره، وقد جرب الاحتلال أكثر من عملية سياسية آخرها الاستفتاء، المقصود به الاستفتاء للدستور في 15/10 قبل شهر كان من هذه الكلمة، فقد صادر إرادة الشعب العراقي الحقيقية، وكان في كل مرة يبشر بنجاح عمليته الاحتلال، بينما كنا مع بداية كل منها نعلن بشكل مسبق فشلها. ولسنا بطبيعة الحال نعلم الغيب، ولكننا نفهم الشعب وطبيعة ما يجري في الشارع العراقي. وفي ختام هذه الكلمة ندعو الشعب الأمريكي ومشرعيه إلى الضغط على إدارتهم لسحب قواتها من العراق، لأنها تخوض حربا خاسرة لا مصلحة فيها للشعبين الأمريكي والعراقي. وأخيرا، هذه العبارة التي زيدت في الكلمة: يؤسفني جدا ما سمعته من بعض العبارات التي وردت في خطاب رئيس الوزراء المقصود إبراهيم الجعفري المخيبة للأمل في تفاهم واتفاق جدي بين الأطراف العراقية، لأن روح الإقصاء فيها واضحة، ولأن عدم الاعتراف بالواقع هو الطاغي على هذه الكلمة، ولأنها عرضت العراق بصورة وردية والحال ليست كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة. بعد الكلمة طبعا جرت نقاشات كثيرة وردود وانفعالات وتهجمات من بعض الأطراف،
أنقل لكم صورة. عندما ذهبنا إلى المؤتمر كنا قوة وطنية وشخصيات قريبة من القوة الوطنية، ولكنها في الوقت نفسه لا ترى بأسا كبيرا في محاولة المشاركة في العملية السياسية لتقليل الضرر وتحقيق بعض المصالح ودفع المفاسد كما يقولون. وكانت بعض هذه القوى قريبة أو بعيدة منا، منها من تربطه بنا صلة المكان أو المعرفة السابقة أو الثقة، ومنهم من لا تربطنا به أي صلة. فالذي تربطنا به الصلة يعرف صدق الهيئة وتوجهاتها ويثق بها، ولكن يختلف معها سياسيا. والذي لا يعرفنا مختلط عليه الأمور. فكانت فرصة غير مقصودة، إحدى نتائج مؤتمر القاهرة الإيجابية هي هذه. كانت هناك محاولة أيضا لتوحيد خطاب القوى العراقية الذاهبة للمؤتمر جميعا، حتى نخرج بخطاب واحد بغض النظر عن الخلاف السياسي بيننا، ولكننا فشلنا للأسف. للأسف بعض القوى التي ذهبت هناك تكلمت بمنطق العملية السياسية وليست بمنطق الحوار والوفاق العراقي. وجرت لقاءات جانبية عدة كان فيها لوم وعتاب على بعض ما بدر من عبارات لا تصف الهدف الحقيقي الذي نبغيه جميعا. ففشلت المحاولات لتوحيد الخطاب، وكان هذا الفشل كان متوقعا. المهم بعض الأطراف القريبة من العملية السياسية بعد انتهاء هذه الكلمة والصدى الإعلامي لأن نقلت بشكل مباشر على بعض القنوات الفضائية في ذلك الوقت، ثم الطرح الشامل في الموضوع والطرح الموضوعي والمدلل قانونيا وسياسيا أبطل حجج الآخرين وسحب البساط منهم. كانوا يتوقعون خطابا عاطفيا مثاليا يتحدث عن المقاومة فقط ويهاجم الآخرين بأشخاصهم وأوصافهم ويتهمون بأنهم عملاء وما إلى ذلك. فلما جاء الخطاب بهذه الطريقة أحدث تأثيرا كبيرا. أذكر أن أحد هؤلاء لا أسميه الآن قال بعد الكلمة: كنا عاتبين عليكم، عاتبين على الشيخ. طبعا عتب هو، نقول العتب مرفوع لأنه لا نعول على هذا العتب لا منه ولا من غيره، ولكن قالها كلمة صريحة. قال: كنا نعتب، ولكن بعد أن سمعنا الكلمة أقول هذه الكلمة تمثلنا جميعا بغض النظر عن اختلافنا السياسي. إذن حققنا هدف توحيد كلمة، توحيد موقف، وسحبنا حتى بعض حجج من كان غير مقتنع بموضوع المقاومة. جرت بعد ذلك جلسات صياغة البيان الختامي، وهذه جرت فيها محاولات عديدة من أطراف كثيرة. وأقولها بصراحة وبألم، الجامعة العربية كانت حريصة على إصدار وثيقة ما حول الحوار والوفاق بأي صورة ممكنة وبأي طريقة ممكنة، حتى لو تم الضغط على بعض القوى أو محاولة تمرير بعض الفقرات في البيان الختامي بدون حضورها وبدون علمها. وهكذا عقدت الجلسة الأولى واشترطوا حضور فقط رؤساء الوفود. فحضر من الهيئة الوالد رحمه الله الشيخ حافظ الضاري، ومن المؤتمر التأسيسي الشيخ جواد الخالصي. عندما عادوا من الجلسة وبيّنوا بأن هناك طريقة ما لإزاحة كل مشروع تقدمه القوى الوطنية، وأن هناك دخولا لبعض الأعضاء من أعضاء الوفود غير رؤساء الوفود في الجلسة، أصررنا على الدخول في هذه الجلسة، الدخول إلى القاعة التي تجري فيها هذه الجلسة، حتى لو اقتضى الأمر أن ندخل بدون دعوة. وهذا ما حصل. عقدت الجلسة الثانية كانت عصرا، فدخلنا الدكتور محمد بشار الفيضي وأنا، دفعنا الباب ودخلنا إلى القاعة، ففوجئ عمر موسى، حاولوا يمنعونا فأمرهم بأن يسمحوا لنا بأن نجلس. هو إن أمر واقع، ولا أساسا كان مخططا أنه لا نحضر. وجرى نقاش طويل حول هذا الموضوع، وفعلا استطعنا إبطال بعض الفخاخ والمكائد التي كانت يعني مطروحة في ذلك الوقت. أبرز نقطة أن القوى المناهضة للاحتلال، الهيئة حارث الضاري، المؤتمر التأسيسي الشيخ جواد الخالصي، رئيس ديوان الوقف السني في وقتها الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله، ممثل عن الحزب الإسلامي، والباقيين ممثلين الأحزاب الأخرى في العملية السياسية وهي كثيرة. من البداية رغم أن هذه الأسماء التي ذكرتها غير متفقة في الموقف من العملية السياسية، موقف الهيئة والمؤتمر التأسيسي غير موقف الوقف السني والحزب الإسلامي،
ولكن مع ذلك العدد أيضا على فرض الاتفاق في بعض النقاط 4 فقط، في مقابل حوالي 11 إلى 12 ممثل للقوى الأحزاب. وكما تعرفون حزب واحد قسم نفسه 4-5 أسماء ودخل إلى قاعة المؤتمر. أصرينا على موضوع أنه ذكر المقاومة وقد جاءت في البيان. موضوع العملية السياسية ضغطنا على أنه القوى الحاضرة قسم منها مشارك وقسم منها رافض العملية السياسية، والأسس الستة اللي على أساسها تمت المشاركة تقوم على هذا الموضوع أنه لا يكون المؤتمر للدعوة للعملية السياسية. وموضوع أيضا العلاقات مع الدول العربية والدعوة إلى توثيق العلاقات مع الدول العربية ويكون للدول العربية أثر مهم في العراق وفتح السفارات، عرضنا هذه الفكرة. قلنا لهم مع هذا المبدأ نحن نريد العرب يأتون للعراق، ولكن مجيء العرب سياسيا ودبلوماسيا في هذا التوقيت يصف في مصلحة المشروع السياسي للاحتلال وفي مصلحة إيران وليس في مصلحة العراقيين، وأن السفراء العرب سيحبسون في مقرات سفاراتهم ومنازلهم في المنطقة الخضراء فيضفون شرعية على العملية السياسية من غير أن يستطيعوا الاتصال حتى بالعراقيين. المهم بعد جدل طويل خرج البيان، ورغم كل هذا بعض النقاط اللي تم على اتفاق على صياغته صياغة أخرى غيرت، لذلك أعلن في وقته الشيخ حارث الظاهر رحمه الله تحفظه على عدد من النقاط، وأعلن بعد أن قرئ البيان أن هذه النقاط لم يتم الاتفاق عليها وأنه لا ينبغي أن توضع في البيان، وخرج من القاعة. المهم سأذكر النقاط وما جرى عليها من تحفظات. النقاط الرئيسة كانت نقاط شكلية. أول نقطة كانت مهمة وركزنا عليها هي الالتزام بوحدة العراق وسيادته وحريته واستقلاله وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي وخياراته الديمقراطية في إطار التعددية وحقه في تقرير مستقبله بنفسه. صياغة جيدة اتفقنا عليها. أضافوا لها عبارة لم اتفق عليها وهي في إطار التعددية ونظام اتحادي. بعضهم قال مرروها النظام الاتحادي إدائي، كيفكم تترتبون؟ قلنا لهم لا، نظام اتحادي هذا إقرار الفيدرالية، إقرار للتقسيم بحسب الطريقة المطلوبة أمريكيا وطائفيا وعرقيا، وليست نظاما إداريا يتوافق عليه العراقيون. في موضوع المقاومة أصبحت العبارة كالآتي: مع أن المقاومة حق مشروع للشعوب كافة، بيد أن الإرهاب لا يمثل مقاومة مشروعة، وعليه ندين الإرهاب وأعمال العنف والقتل والخطف التي تستهدف المواطنين العراقيين والمؤسسات الإنسانية والمدنية والثروة الوطنية ودور العبادة، ونطالب بالتصدي والإنسانية والمدنية والحكومية والثروة الوطنية ودور العبادة ونطالب بالتصدي لها فورا. الدعوة للإفراج عن كل المعتقلين الأبرياء الذين لم يدانوا أمام القضاء، والتحقيق في دعاوى التعذيب ومحاسبة المقصرين ومرتكبي هذه الأعمال، والإيقاف الفوري للمداهمات العشوائية والاعتقالات بدون أمر قضائي. المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية وفق جدول زمني. تم إقرار جدولة انسحاب الاحتلال، وهذه إحدى النقاط الأساسية التي قدمت للأخضر الإبراهيمي في عام 2004 وللجامعة العربية في نهاية عام 2004. مؤتمر القاهرة أقر موضوع الجدولة لأن هذه الفكرة غير شائعة. طالبنا في الهيئة والمؤتمر التأسيسي وقوى أخرى بالجدولة، وتم إقرار الجدولة في مؤتمر الوفاق بالقاهرة، ولكن لم تنفذ لأن المؤتمر لم يخرج بالنتائج التي كان يتمناها الأمريكيون. هذه هي نقاط المؤتمر الأساسية أو البيان الختامي للمؤتمر. طبعا بعد انتهاء المؤتمر اتصلت عدة جهات وقوى، منها متحفظة ومنها مباركة ومنها مستفسرة وما إلى ذلك. المهم المزاج العام للقوى الوطنية في ذلك الوقت كان يعد هذا الاتفاق حتى وإن لم ينفذ إنجازا للقوى المناهضة للاحتلال، في أنها أوصلت صوتها بشكل واضح وصريح، وأصبحت الجامعة العربية والنقل المباشر لوقائع المؤتمر منصة رئيسة لأول مرة يطلع، كان العالم كله في ذلك الوقت يتابع، أقصد نقل العالم العربي السامي يتابع ما يجري في العراق، ما كانت تكون مشاكل أخرى جانبية، فكان الكل مشغولا بهذا، وكانت القنوات الفضائية وسائل الإعلام تغطية مباشرة في تلك الأيام، فكانت فرصة جيدة للتعريف بالقضية العراقية. بمجرد ما انتهى المؤتمر ما زلنا في قاعة الفندق، وقبل أن نذهب إلى أي مكان آخر صدر أسرع تصريح سياسي بشأن المؤتمر، والتصريح هذه المرة كان من سعود البرزاني وفي مقابله تصريح من عبد العزيز الحكيم، كلاهما لا يعترف بنتائج مؤتمر القاهرة.
طيب إذا ممثليكم موجودين ووافقوا عليها وحققوا بعض النقاط التي يحسبونها لصالحهم، لماذا إذن الاعتراض على مؤتمر القاهرة؟ هذا دليل على أن المؤتمر لم يحقق الأهداف التي أرادوها. كان هناك هدف لمؤتمر القاهرة نتكلم فيها بصراحة، هدف أمريكي وهدف من أطراف العملية السياسية. أطراف العملية السياسية تريد منا المشاركة في العملية السياسية وهذا لم يتحقق، والأمريكان كانوا يريدون أيضا المشاركة مع إعطاء وعود بتهدئة حالة المقاومة وهذا لم يتحقق أصلا. فكل الطرفين لم يعترف بالمؤتمر بل وأهمل المؤتمر كما سيظهر بعد ذلك. بعد أشهر وإذا بالجامعة العربية تتصل مرة ثانية من أجل عقد اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوفاق العراقي. قلنا لهم ما الفرق بين هذا وذاك؟ قالوا الأول هو المؤتمر عقد في القاهرة والأمل أنه يعقد المؤتمر في بغداد لتطبيق توصيات القاهرة، لذلك لابد تجتمع لجنة تحضيرية من ممثلي القوى التي حضرت في 2005. هنا حدث أيضا نقاش طويل وعقدت الهيئة والمؤتمر التأسيسي لقاء في ذلك الوقت أذكر في دمشق. كانت الهيئة وفد من الهيئة في زيارة إلى دمشق، التقت مع عدد من أعضاء المؤتمر التأسيسي وبعض الأطراف التي جاءت من داخل العراق، وتم إصدار في ذلك بيان مشترك والهيئة أصدرت تصريح صحفي علقت فيه مشاركتها في مؤتمر الوفاق. بعض الأطراف التي أيضا لم توافق على مؤتمر القاهرة وأذكر هنا تحديدا حركة التيار القومي العربي انتقدت مشاركة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال في مؤتمر الوفاق في القاهرة، وكتب أحد الإخوة الأفاضل مقالا طويلا للرد على هذه المشاركة، لكنه حضر هذا الأخ الذي أذكره طال الله في عمره وعافاه وشافاه، حضر اللقاء الذي جرى في دمشق. وبعد الاستماع إلى وجهة النظر وما جرى في مؤتمر القاهرة الأول ثم النقاط والتحفظات المعلنة على مؤتمر القاهرة الثاني وافق على المشاركة في المؤتمر، فاجتمعت كلمة القوى الوطنية في الاجتماع الثاني. المهم قبل أن يعقد هذا الاجتماع في منتصف عام 2006 في القاهرة صدر تصريح صحفي بشأن قرار الهيئة تعليق مشاركتها في مؤتمر الوفاق على تطبيق اتفاقات مؤتمرة القاهرة، وجاء في التصريح وجهت الجامعة العربية دعوة لهيئة علماء المسلمين في العراق للمشاركة في مؤتمر الوفاق المزمع عقده بتاريخ 22/6 في بغداد، وقد ناقشت الأمانة العامة في الهيئة موضوع الدعوة وانتهت إلى موقف عبر عنه السيد الأمين العام للهيئة في رسالة بعثها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بتاريخ 27/5. نص الرسالة يقول: نثمن اهتمامكم بالشأن العراقي وحرصكم على حل الأزمات العربية عامة والأزمة العراقية خاصة، ونؤكد على حرصنا على إنجاح أي مبادرة عربية تفضي إلى ما فيه صالح بلدنا وأمتنا العربية والإسلامية، بيد أن تجربتنا السابقة في مؤتمر القاهرة أكدت لنا أن الأطراف الأخرى المشاركة في المؤتمر لم تكن جادة في الوصول لأي وفاق، فقد تنصلوا من بيان هذا المؤتمر رغم أنهم أبدوا حينها الموافقة عليه، تنصلوا منه قولا بعد ساعات من انفضاضه وفعلا خلال الأشهر السابقة، وعليه لن نشارك في المؤتمر القادم إلا وفق الأسس الآتية. وتم طرح أسس جديدة: أولا تنفيذ توصيات مؤتمر القاهرة وفي مقدمتها الاعتراف بحق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال والمطالبة بجدول انسحاب قواته، الإيقاف الفوري للمداهمات والاعتقالات، قصر المشاركة العراقية في المؤتمر على ممثلي القوى السياسية والدينية والعشائرية والاجتماعية والشخصيات الوطنية بعيدا عن التمثيل الرسمي، يعني ما يأتي وزير ورئيس وزارة وإنما يأتي يمثل حزب أو قوة. رابعا أن لا يعد هذا المؤتمر جزءا من العملية السياسية الجارية في العراق ولا يتخذ سبيلا لإضفاء الشرعية عليها. خامسا أن تضمن الجهات المشرفة على المؤتمر تطبيق مقرراته وإنفاذها في حال اتفاق جميع الأطراف عليها. سادسا وهذا هو المهم، عقد المؤتمر خارج العراق لإبعاده عن تأثيرات قوى الاحتلال وغيرها ولعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة للمشاركين فيها. وافقوا على بحث هذه النقاط جميعا وتحول الموضوع من مؤتمر في بغداد إلى اجتماع للجنة تحضيرية في القاهرة، وهذا إنجاز يحسب للقوى المناهضة الاحتلال في ذلك الوقت أنها أبطلت فكرة المؤتمر في بغداد. المهم عقد هذا المؤتمر أو اجتماع اللجنة التحضيرية بتاريخ 25/7/2006 في القاهرة، وحضره
عن الهيئة الدكتور محمد بشار الفيضي وأنا، وحضره عن المؤتمر التأسيسي الدكتور عبد الكريم هاني عافاه الله، وحضره عن المدرسة الخالصية في وقتها الشيخ علي الجبوري وأطراف أخرى. هذا الاجتماع جرت فيه أمور كثيرة، ألقى فيه الدكتور محمد بشار كلمة باسم الهيئة، أخذ مقتطف قصير منها، قال فيه: نحن هنا لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات تتأزم يوما بعد يوم، ومن الضرورة بمكان أن يتفهم كل منا اعتراضات الآخر وظروفه الموضوعية دون محاولة سلب الآخر موقفه بالمصادرة أو إلزامه برأي آخر لا يؤمن به، وضرب مثلا بموضوع الدستور. وأخيرا قبل أن نعرض عليكم موقفنا، يقول الدكتور محمد بشار: أود الإشارة إلى أننا في هيئة علماء المسلمين نتفق مع القوى الوطنية في كثير من الطروحات من دون شك، لكننا قد نختلف في شيء، وهو أننا لسنا حزبا سياسيا أو حركة سياسية، ومن ثم فلسنا راغبين في الوصول إلى سدة الحكم أو حيازة سلطة ما، ولذا فإن ما سنعرضه عليكم يمثل في تقديرنا هاجس شعبنا ونبض الشارع العراقي، فنرجو أن يحظى لديكم بالاهتمام. صدر البيان الختامي بعد مجادلات، وحققنا فيه نقطة مهمة جدا كانت، وهي تأكيد التزام بتوصيات القاهرة الأولى أن يكون الدستور الحالي، هذا البيان الختامي ونقاطه الخلافية، موضع مراجعة ونقاش عام ومسؤول من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية أرضا وشعبا. جرى جدل كبير بشأن هذه النقطة، وحصل، أقولها بصراحة، صراع كبير وكلمات منفرة وتهجمات من بعض الأطراف على بعض واتهامات وما إلى ذلك، وحاول بعض أطراف العملية السياسية الممثلين الأحزاب الطائفية إظهار أنفسهم بأنهم الآن مع العراق واستقلاله ووحدته، وأن الأطراف الأخرى مع بقاء قوات الاحتلال، لأنهم كانوا يدعون في المؤتمر إلى أن نحن الآن دولة عراقية قائمة بذاتها ونريد الاحتلال يخرج الآن. أي طرف يتكلم معهم بأن الأمور تحتاج إلى وقت وما إلى ذلك يتهمونه مباشرة بأنه أنت تريد بقاء قوات الاحتلال، وجرى نقاش طويل بين أطراف العملية السياسية في هذا الموضوع، أحدهم يتهم الآخر ونحن في القوى الوطنية نتفرج عليه. المهم لما جاءت فقرة الدستور أصررنا على مراجعة الدستور كاملا. النقطة المقترحة كانت مراجعة النقاط الخلافية في الدستور فقط، فقلنا لهم هذا لا يستقيم، لأننا لسنا في العملية السياسية حتى نناقش تفاصيل، نحن نناقش مبدأ، فالأصل هو رفض الدستور بالنسبة إلينا، فإذا كانت هناك نية فإذا يراجع الدستور كاملا. وتذكرون في وقتها عقدت عدة ندوات من القوى الوطنية التي طالب بعضها بأن تكون هناك لجنة منتخبة لإعداد الدستور بغض النظر عن دخول في العملية السياسية أو رفضها، وما جرى من اغتيال لبعض أعضاء لجنة الدستور، أمور كثيرة جدا دارت حول هذا الموضوع. حاولت الجامعة العربية لملمت الموضوع بأي طريقة فلم تفلح. كان ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي معنا موجودا، وكان أيضا ممثل الجامعة العربية وموفد الجامعة العربية للعراق السفير مختار لماني كان موجودا أيضا. تأزم الموقف، حاول الضغط علينا، لجأنا إلى طريقة كانت مخاطرة، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق، قلنا نحن آخر جهة ستترك هذه القاعة، يعني إذا تبقون إلى نهاية اليوم إلى الغد إلى أيام ليست لدينا مشكلة، رأينا لن نتنازل عنه. عند هذه اللحظة بدأت المشاورات الجانبية، بعض أطراف العملية السياسية، وأقول بصراحة كان وفد يمثل جبهة التوافق في وقتها، اتصلوا بنا قالوا: لماذا هذا الإصرار على هذه النقطة؟ بينا لهم وجهة نظرنا في الموضوع، قالوا: نحن لا نرى ضيرا في أنه تكون الفقرة السابقة وناقشت بعض القضايا الخلافية. قلنا لهم: هذا من منطلق رأيكم لأنكم في العملية السياسية، أما فنحن نختلف معكم. ومع ذلك وافقوا الناس، عقدنا لقاء في غرفة في الفندق، جاءوا عندي في الغرفة، واتفقنا بغض النظر عن خلافاتنا أن نتمسك بهذه النقطة، وفعلا تمسكنا بهذه، وتعاونوا معنا بغض النظر عن موقفنا منهم وموقفهم منا، وتم الإصرار عليها إلى آخر لحظة. نفس عمرو موسى جاء إلى المكان الذي نجلس فيه فقال: أي عبارة تريدون اكتبوها لي ونقرها الآن، لما طال الأمر وشافوا. أنا حتى في وقتها أحدهم قال، وصل رسالة، قال: يا جماعة، ترى الجماعة شباب، يقصد الدكتور محمد بشار الفيضي وأنا وممثلي المدرسة الخالصية وبعض الأخوة، شباب راح يبقون يتعبوننا لآخر الليل،
فوافقوا على رأيهم حتى نحل الأمور، نحلحل الأمور أو ما إلى ذلك، وفضلا عن تدخلات أخرى. المهم أخيرا وافقوا على الفقرة التي طرحناها. لما اكتملنا تحدثنا معهم بالطريقة الآتية: مع أننا حققنا ما نريد وكتبت الفقرة كما نريد وثبتنا على رأينا، ولكن نظن بأن ما كتبناه وما قررناه مجرد حبر على ورق لن ينفذ كما لم تنفذ توصيات المؤتمر السابق، ولكن جئنا لكي نوصل هذه الرسالة حتى لا تقولوا بأن القوى العراقية الوطنية لا تريد حلا، أو أنها جامدة على رأيها، أو متعصبة، أو متشددة، أو مثالية، أو غير واقعية، من الاتهامات التي كنا نسمعها في ذلك الوقت. وحتى نوصل رسالة للعراقيين لغير العراقيين أنه جئنا معهم إلى منتصف الطريق وهم لم يأتوا معنا. الطريف والمؤلم في نفس الوقت أنه لما لم يتحقق شيء من هذا اللقاء تم التعتيم عليه تماما. ادخل الآن على أي موقع في الانترنت، ابحثوا عن مؤتمر الوفاق في القاهرة 2005 تجدون معلومات وصور. ادخلوا أو ابحثوا عن اجتماع اللجنة التحضيرية في عام 2006 لا تجدون شيء، خبر نزر يسير، حتى صورة نادرة، ولم تغطه وسائل الإعلام، ولم ينقل مباشرة، حتى وسائل الإعلام منعت وسائل الإعلام من التعرف على نتائج، بحيث من خرجنا يسألوننا وسائل الإعلام إلى ماذا توصلتم، كان بعض الموظفين يحاولون الحيلولة بيننا وبين وسائل الإعلام. طبعا إحنا ما قصرنا، تحدثنا في وقت مباشرة مع الرافدين، مع الجزيرة، مع قنوات أخرى، ولكن القصد من هذا أنه تم الإجهاز إعلاميا على هذا اللقاء، وتوقفت فكرة مؤتمر الوفاق في بغداد، بل وماتت نهائيا، بل حتى ماتت فكرة، كان أحد توصيات مؤتمر القاهرة 2005 عقد لقاء للمرجعيات الدينية والعشائرية هنا في عمان، وتم التحضير للمؤتمر، وتم دعوة الضيوف للمؤتمر، وقسم من الضيوف وصلوا إلى عمان، لكن بضغوطات من حكومة بغداد ومن السيد جلال طلباني في ذلك الوقت تحديدا ألغي مؤتمر عمان، اكتفي فقط بتوصية أخرى لم يستطيعوا إيقافها، وهي توصية مؤتمر أو لقاء مكة الذي عقد في وقتها، وأيضا صدرت منه وثيقة لا تغني ولا تسمن من جوع. هذا ملخص، وعذرا على الإطالة، لبعض وثائق الحركة الوطنية العراقية ما يتعلق منها تحديدا بمؤتمري القاهرة 2005 2006. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور مثنى حارث الضاري على هذا العرض لجهود القوى الوطنية وإيصال رأي المقاومة والاعتراف بها في المحافل الدولية. نفتح باب الأسئلة إن وجدت. السؤال يقول: هل تعتقدون أنه الجامعة العربية كانت جادة في بدايتها وفي نهايتها على حلحلة مشكلة الائتلاف؟ هل أن مشاركة القوى الوطنية في بين الوقت رغم إيجابياته قد حققت المراد منه، أم كان سلبيا لأنها استهدفت بالأسماء والمسميات لاحقا من قبل الأمريكان، وتم تحريك القوى المعادية للحركة الوطنية العراقية بالاستهداف المباشر للأسماء والمسميات؟ نحن نعلم أن الحرب الإعلامية هي جزء كبير من المعركة السياسية مع المحتل، لا يزال يستخدم هذا الأسلوب. السؤال الثالث ولا كثرة الأسئلة: هل من الممكن أن نعيد الروح إلى الحركة الوطنية العراقية، القوى الوطنية العراقية، بمشروع يتناسب مع المرحلة الحالية؟ بارك الله فيك دكتور هلال. بالنسبة للسؤال الأول، نعم الجامعة العربية كانت جادة ومعنية ومهتمة بإنجاح المؤتمر، ولكن وفق رؤيتها لما يجري في العراق، ورؤيتها هذه كانت تنص على أن هناك عملية سياسية وأن هناك واقع لا يمكن الفرار منه، ومحاولة للضغط ولإقناع القوى الوطنية العراقية بالمشاركة في العملية السياسية، فضلا عن معرفتها بالرغبة الأمريكية في تهدئة الأمور في العراق وإدخال الجميع في العملية السياسية. فهي كانت جادة في إطار هذا الموضوع، وكنا نتحدث معهم ونقول لهم بأن هذه الفكرة غير صحيحة وغير سليمة. وأنا أذكر أنه كان أحيانا بعض موظفي الجامعة العربية، وقولوا بألم موظفي الجامعة العربية، كانوا يتشاغلون أحيانا أثناء الحديث ولا يحاولون الاستماع لما نطرحه من رؤية وطنية، يعتقدون أنه هي مثاليات وما إلى ذلك. وعانينا معاناة كبيرة، لكن كانت هناك أطراف متفهمة في داخل الجامعة أطلعتنا على ما يجري داخل الجامعة، وفرت لنا أجواء جيدة
لتقبل وجهة النظر الأخرى، بمعنى أنه لا نحبط. فكنا نعرف تماما أن الجامعة العربية كانت حريصة على إنجاح وإمرار وجهة النظر العربية الرسمية المعبرة عن وجهة النظر الأمريكي. أما بالنسبة للكشف، أعتقد يا دكتور كنا مكشوفين تماما، يعني هذا الحديث عن أواخر عام 2005، والشخصيات والقوى التي ذهبت كانت مكشوفة تماما، تظهر في الإعلام وتدافع عن المقاومة، بل بعضها صدرت عليه مذكرات اعتقال، أسماءهم وصورهم كانت توزع في الشوارع في بغداد وتلقيها بعض طائرات الاحتلال. في الجهات التي ذهبت كانت مكشوفة وكانت معروفة تماما. نعم سلطت الأضواء عليها أكثر من الناحية الأمنية، لكن هاي سلبية. من الناحية الإيجابية أنقل لكم هنا رأي اثنين من الصحفيين كانا يغطيان وقائع المؤتمر، أحدهما أطوار بهجت رحمه الله، والثاني مراسل لإحدى القنوات العربية. بعد سنة وكذا أحد الإخوة حدثني، قال التقيت بفلان مراسل القناة العربية الفلانية، قال كنا أنا والأخت أطوار بهجت وآخرين نتابع ما جرى، ولمسنا تماما مدى الاهتمام والتعويل على موقف الهيئة والمؤتمر التأسيسي، وتحديدا الهيئة في وقتها. يقول كنا قبل نقول الهيئة يعني مؤثرة ولكن ليس إلى هذه الدرجة، لكن عندما دخلنا في داخل دهاليز مقر الجامعة العربية ودهاليز المؤتمر اكتشفنا كم كانت تعول أمريكا والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي في وقتها وجهات أخرى وبعض الدول العربية على محاولة تغيير قناعات الهيئة والمؤتمر التأسيسي في وقتها. هذا بحد ذاته أوصل رسالة إيجابية أن الناس عرفت من يمثل الشعب العراقي. ثم الكلمة التي بثت مباشرة وأصبحت من أرشيف الحركة الوطنية العراقية ومعبرة عن ما يريد أهل العراق في ذلك الوقت، أيضا أوصلت رسالتنا الإعلامية بجهد أقل ولمساحة أوسع وأكبر. انفتحت بعدها، وهذه نقطة، 2006 و7 وسائل الإعلام، المؤتمرات الوطنية والعربية والإسلامية، دعوات من بعض الدول، المنظمات الشعبية. أصبحت سنة 2006 و7، وكثير منكم عايش هذه المرحلة، مرحلة عمل يعني متسارع لا نستطيع اللحاق به، ووفرت لنا منصات كبيرة لإيصال القضية العراقية. السؤال الثالث، للأسف رغم بعض السلبيات كان موقف القوى الوطنية والحركة الوطنية في ذلك الوقت متميزا، لأن كان هناك اسم، كان هناك جسم، كان هناك حراك، كان هناك شخصيات، هناك منصات إعلامية، ماكو تراجعات كثيرة وانحياز إلى الطرف الآخر بخلاف واقعنا الآن. واقعنا الآن مؤلم، ولهذا مع ذلك لا نيأس ونحاول ما أمكننا أن نبقي بعض الثوابت والرموز على موقفها، لأن للأسف تساقط كثيرون وتراجع كثيرون وشك كثيرون. وآخر خلنا نقول يعني فكرة أو موادة خلنا نسميها دائرة الزمان، أنه نبحث عن ثغرات في جدار العملية السياسية لننفذ منها إلى العملية السياسية لإصلاحها أو لتغييرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مبارك الله فيكم، ونلتقي في مجالس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.